مثل ما نكون شايفين عرس وطني شبابي، عرس علمي، كل أبناء سوريا وبنات سوريا نخبة المتميزين جايين ليتنافسوا. نحن بدأنا بالعام الدراسي من خلال تصفيات الأولمبياد العلمي السوري بكل من علوم رياضيات، فيزياء، كيمياء، معلوماتية، علم أحياء. بدأت المنافسة على مستوى المدارس ومن ثم المناطق ونخبة المناطق إلى منافسات المحافظات. أكيد وصولنا لهيدا المرحلة كان بده كتير تحضير، وهذا الشيء كتير يعني لما وصلت هيدا المرحلة كان شعور تاني، يعني إنه من الفرح من الفخر إنه إن شاء الله بعد هيدا المرحلة إن شاء الله بوصل بمصر سوريا ببلاد برا إن شاء الله. أنا كنت كتير ناطرة هاي اللحظة لحتى نوصل لهون، وحس حالي إني أنا عامل إنجاز وشيء كتير حلو يعني، هو وشعور بيكون يعني مختلف، إنه شعور النجاح دائما بيكون مختلف عن كل شيء، وإن شاء الله نقدر نحقق لسه إنجازات أكبر من هيك يعني. بنتمنى ودارسين ومحضرين وإن شاء الله خير. بحب الفيزياء بشكل عام لأنه مثلا بتفسر الواقع وهيك، وكمان من صغري أنا كنت شاطر بالفيزياء وحب هالعلم. هو شعور كتير رائع بالنهاية، لأنه واحد كلاتنا بنحلم إنه نوصل لهي المرتبة.